تتذكروا حللنا احنا السكوير ويف كان عندي هون سكوير ويف من ويف هون كان عندي هون سكوير ويف وبيك تبعت هون كانت ام وهذه بي كانت هون ماينس ام فريكونسي اوميجا حللنا هاي الويف فورم لو فرضنا انها كرنت او فولتج خلينا نفرض انها اي اوف تي طلعت معنا 4 ام باي في ساين اوميجا تي زائد 1 على 3 ساين 3 اوميجا تي زائد 1 على 5 ساين 5 اوميجا تي. لهون السؤال اللي بنساله انه لو انا بدي احسب الار ان اس تبعت هذه الويف فورم اللي موجوده هون من الهارمونكس اللي موجودين. فاول شيء لازم نتذكر طبعا انه اذا عندي ساينوسويدال ويف فورم والساينوسويدال ويف فورم فيها في مثلا في ام الار ان اس تبع هذه الويف فورم راح يساوي في نسميها بي على جذر الاتجاه. والقاعدة الثانية انه اذا عندي ويف فورم اي بدي احسب الار ام اس لها بتساوي الار ام اس للفيرست هارمونيك ترتيب زائد الار ام اس للسكند هارمونيك ترتيب زائد الار ام اس للثيرد هارمونيك ترتيب الى اخره. او اذا بدي اخذ اطلع الار ام اس هون بدي اخذ جذر يعني اذا عندي هون هذه الويف فورم حللتها للهارمونيك الاول والثاني والثالث والرابع والخامس بدي اطلع الار ام اس لهذه الويف فورم بدي اربع الار ام اس تبع الهارمونيك الاول واجمعه للثاني مربع الثاني مربع الثالث مربع الرابع وهذا ناخذه تحت الجذر التبريدي. اذا بدي نمشي على هذه هون هلا اذا بدي احسب اي ار ام اس لهذه الويف فورم اللي هون بكون الجذر التربيعي لمجموع مربع الار ان اسز المختلفه. هلا عندي هذا كل واحد منهم راح يتربع فهون راح يتربع عندي 4 ام على باي هذا راح يصير تربيع وفي الداخل راح اربع الار ان اس لكل واحد. هذا المعامل تبعه واحد. اذا ايش الار ان اس تبع هذه الويف فورم؟ ساين اوميجا تي واحد ايش هو؟ على واحد على جذر اثنين واحد على جذر اثنين. وليش واحد على جذر الاثنين؟ لانه هذه ساينوسويدال ويف فورم، فالار ام اس لها راح يكون البيك تبعها اللي هو واحد مقسوم على جذر الاثنين، وبدي اربعهم لازم اخذ المربع فبصير عندي واحد على جذر الاثنين تربيع، زائد هذا هون كمان ساينوسويد. فهذا الساينوسويد راح يكون المعامل تبعه مقسوم على جذر الاثنين، بس في كمان عندي واحد على ثلاثة، فراح يكون واحد على ثلاثة جذر الاثنين الكل تربيع، زائد واحد على خمسة جذر الاثنين كل تربيع الى اخره. هلا هذا هون مربع مش بقدر اطلعه برا الجذر 4 ام على باي مش بقدر اطلعه برا مضبوط بقدر ولا لا؟ هو مربع اللي هون فبس بروح الجذر مع المربع اللي هون فبصير عندي 4 ام على باي. هلا بقدر كمان اطلع من هون جذر التنين لبرا مضبوط؟ جذر التنين اذا طلعته هو جذر التنين مربع هون بصير 1 على جذر التنين مربع لو طلعته برا شو بصير عندي؟ جذر 1 على جذر ايش بضل عندي جوا؟ بضل عندي واحد تربيع زائد واحد على ثلاثة تربيع زائد واحد على خمسة تربيع واحد على سبعة تربيع إلى آخره. هذا راح يساوي اي ار ان اس لهذه الولد. إذا حد معاه أي حاسبة نحسب هذول نحاول نجمع هذول التيربس ونشوف شو بيطلعوا معنا. يعني لو اخذنا هون راح نجمع راح اخلي 4 باي 4 ام على باي جذر 2 وخلينا ناخذ مثلا اول ناخذ 1 على 9 تربيع 1 على 11 تربيع 1 على 13 تربيع رحمه الله. فلو تجمعوا لنا هذول نجمع 1 زائد 1 على 9 زائد 1 على 25 زائد 1 على 49 زائد 1 على 81 زائد 1 على 121 زائد 1 على 169 1.18 اخذت الجذر التربيعي؟ لا خذ الجذر التربيعي واضرب في 4 4
4 بعدين على باي على جذر التنين. صفر فاصل تسعة ثمانية في أم. اللي هي تقريبا بتساوي أم لو أخذت هذه. هذه أصلا والله لو اطلع عليها شو هذا الار ام اس تبعها. يعني هي أم. أم مش هيك إذا هذا هون شو أصلا.